وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما يقال عدنا والعود أحمد. نعم، لنتم قراءة هذا الكتاب الأربعين النووية وشرحه المختصر لشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله ومتاه الصحة والعافية في كتابه الموسوم فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. أنهينا الحديث 43 وهو أول حديث من زوائد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى على الجميع، وهو حديث يعد أصلا من الأصول في باب المواريث والفرائض. والحديث الذي سنأتي عليه هو الحديث 44 والذي سبق 43، وهذا حديث عائشة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا حديث أصل في باب الرضاع، أصل في باب الرضاع. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأطال في عمره في طاعته، قال في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال الحافظ ابن رجب: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. نعم، عائشة أم المؤمنين، أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفضائلها كثيرة. قد رآها وأريها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في محل، فكشف عن الستر فإذا هي عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن أمر الله يقضي. وكان ذلك إشارة إلى زواجه بها، فخطبها من أبيها أبي بكر، تزوجها، وهي الوحيدة التي كان يأتيه الوحي وهو في فراشها. فضائلها كثيرة، وهي أفضل أمهات المؤمنين على خلاف في أيهم أفضل، هي أم خديجة رضوان الله تعالى الجميع. وذكرنا شيء من فضائلها غير مرة. توفيت 57 للهجرة بالمدينة، ودفنت بالمدينة بالبقيع، حديث عند أصحاب الكتب، وقال كانت مكثرة في الحديث، كذلك في الفتية رضي الله عنها وأرضاه. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من مصدر المرة الواحدة، من رضع يرضع رضعا ورضعا ورضاعة، فتصح مصدرا ومصدر المرة الواحدة أيضا، أو مصدرا هو مصدر. والمقصود بالرضاع أصله هو الجذب وإخراج الشيء، والمراد به المص. ولهذا جاء في الحديث: لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي رواية: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فإذا الرضعة هي المص وهي الإملاجة، هذا أصل الرضاع، والمراد به في الشرع هو مص الولد لحليب أمه، أو أن يشرب الولد حليب أمه،
ولا يلزم أن يكون مصا، ولا يلزم أن يكون مصا وإن كان المعنى ذلك اللغوي. ولهذا ينبني عليه الخلاف، هل يقع أثر الرضاع إن لم يكن مصا وكان شربا أو كان استصعاطا من الأنف أو كان سقيا في طعام؟ فقال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا أصل، ما يقع التحريم بالولادة يقع بالرضاعة، والمراد التحريم أي تحريم النكاح. قال وتحريم النكاح بالولادة جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا التحريم بالنسب بالولادة، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذا كله سبق الإشارة إلى معناه. الأم كل من لها عليك ولادة، والأخت كل من، والبنت كل من لك عليها ولادة، والأخت التي تجمعك من كان لأمك أو لأبيك عليها ولادة، والعمة ما كان لجدك عليها ولادة، والخالة أو العمة ما كانت تجتمع مع أبيك في من له عليهما ولادة، والخالة من تجتمع مع أمك في من له عليها ولادة، وبنت الأخ هي بنت من لك من تجتمع معه في الولادة، وبنت الأخت أيضا. هذا التحريم بالنسب بالولادة. ما يحرم بالولادة يحرم بالنسب. أمك يحرم بالرضاع، أمك من الرضاع تحرم عليه، وأختك من الرضاع تحرم عليه، وبنتك من الرضاع تحرم عليه، وعمتك وخالتك وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء يحرمون بالرضاع. كل ما يحرم تحرمه الولادة يحرمه إيش؟ يحرمه الرضاع، يحرمه الرضاع. طيب كيف يكون الرضاع؟ الرضاع له وصف وله عدد وله زمن. فالوصف هو أن ينتهي الحليب إلى باطن الشخص بشرب أو بنحوه، بمص من ثدي المرأة أو بشرب. وله عدد يختلف فيه الفقهاء، فعند المالكية مطلق الرضاع يحرم، كذلك الأحناف في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قال: وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وعند الشافعية والحنابلة إنما يحرم من الرضاع خمس رضاعات. وفي قول اندثر ولم قل من يقول به أو هو شاذ: عشر رضاعات، وهذا نسخ. والظاهرية يقولون يحرم فوق ثلث رضاعات، وأما الرضع والرضعتين فلا تحرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضع ولا الرضعتين. هذا العدد. وعندنا الزمن، متى يحرم الرضاع؟ الاتفاق أنه إذا كان في الحولين فإن الرضاع يحرم، ما لم يقع الفطام. إذا كان في الحولين أو بالاتفاق إذا لم يقع الفطام فإنه، وكان في الحولين فإنه يحرم. يعني ما دام الولد ما زالش عامين ولم يفطم بعده، بمعنى لا يزال يرتكز على حليب أمه، لا يستقل بطعام آخر عن أمه، فهذا بالاتفاق يقع التحريم بالرضاع. فإن زاد على سنتين، إن كان بستة أشهر فأقل، قول عند المالكية لا يحرم. أزيد من ستة، أزيد من سنتين لا يقع التحريم، وأزيد من سنتين ونصف لا يقع التحريم. وفي قول لا يقع التحريم ما دام لم يفطم، فإن فطم وقع التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما الرضاع من الفطام. وفي رواية إنما الرضاع ما أنشز العظمة وفتق الأمعاء أو قال اللحمة، هذا الذي يؤثر فيه الرضاع. فإذا صار ليس اعتماده على الحليب فهذا لا يؤثر. اعتماد الحليب زيادة على التحنيك، لأن التحنيك أكل التمر، هذا في زمن الرضاع. والأقرب الله أعلم أنه الرضاع يؤثر بشرب أو مص أو غيره. وكان خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث، كان مما نزل القرآن عشر رضاعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس فتوين فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يعني كان مما نزل القرآن عشر رضاعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس رضاعات، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان النسخ متأخرا، بحيث أن بقي بعض الصحابة يتلو هذه الآيات ويرى أنها من القرآن، لم يبلغوا أنها نسخت، ثم بلغهم النسخ فلم تذكر في القرآن. وإنما يحرم إذا كان قبل الفطام، ما لم يفطم. إذا فطم الولد يعني صار يعتمد على طعام غير حليب أمه فلا ينفع الرضاع. أما مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا، خلاف بين العلماء طويل وعريض، ليس هذا محله. والأقرب أنه لا يؤثر إلا في الحالة التي كان فيها سالم مولى أبي حذيفة، يعني أن سالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه أبو حذيفة وزوجته في زمن كان التبني جائزا، فلما شب وصار كبيرا وصار يدخل على زوجة أبي حذيفة وهي في ثوب فضلة، فيغضب أبو حذيفة وذكر زوجته ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرضعيه لأنها تبنته في صغره وتربى على أنه ابنها، على أنه ابنها، على أنه ابنها. في هذه الحالة يجوز رضاع كبير، لكن هذه الحالة غير موجودة الآن، لأن التبني حرام، التبني حرام، فلا يجوز لأحد أن يتبنى. وبالتالي إذا توكل وتكفل بتربية ولد وجب عليه أن يأخذ احتياطه، إما أن يرضعه في صغره هو أو من يكون له يعني علاقة تحريم. هذا في رضاع كبير. وستأتي بعض المسائل نعلق عليها في الحديث. اقرأ. قال خرجه البخاري وقال أخرجه البخاري وقال رواه. نعم. قال حفظه الله: جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بعض الفقهاء بقي على ظاهر الآية فقال يحتحرم الأم والأخت والباقي لا. نقول الآية ذكرت الأم إشارة إلى الأصول، وذكرت الأخت إشارة إلى الحواشي، وما من ذكرت الأصول فكذلك الفروع. والحديث يبين يحرم من الولادة أو الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي رواية الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي رواية ما تحرم الولادة تحرم الرضاعة، يحرم الرضاعة. نعم. وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله، فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاع، وصار أبوها وأجدادها آباء له. من أبوها؟ من أبوه؟ الأب هو الزوج الذي زوج هذه المرأة، لأن الحليب يتكون من المرأة من جراء حملها حيث يمتنع الحيض، فيتحول ذلك الذي في جسمها إلى حليب ينشأ فيها، ومن ماء الرجل، فصارت هي أم للرضاع، وزوجها الذي يطأها أبوه من ماذا؟ من الرضاع. أبوه من الرضاع، أبوه من الرضاع. والد الأب جد من الرضاع، إخوة الأب أعمام من الرضاع، أخوات الأب عمات من الرضاع، أب الأم جد رحمي من الرضاع، وأمها جدة رحمية من الرضاع، إخوتها أخوال من الرضاع، أخواتها أخوال من الرضاع، أبناؤها هي أبناؤها أو أولادها بنات وأبناء من هذا الزوج،
إخوة لهذا الذي رضع منها، إخوة من الرضا، واضح؟ أبناؤها من زوج آخر، ها؟ أبناؤها من زوج آخر ليس بلبن هذا الزوج، ليسوا إخوة لهم رضا. وأبناء الزوج من امرأة أخرى ليسوا إخوة لهم رضا. نعم. قال: وأمها وجداتها أمهات له من الرضاع، وإخوانها أخوال له من الرضاع، وأخواتها خالات له من الرضاع، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاع. انتبه. نعم. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاع. ها. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد. وأولادها. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج. وأولادها. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج. لا تقف هنا، من زوج واحد أو أزواج. وأولادها. نعم. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج. أو أزواج. إخوة له من الرضاع. إخوة. نعم. وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاع. يعني أنا أخطأت فيما قلت. لأنها هي المرضعة. طيب، لأنها هي المرضعة. يعني هي عندها أولاد من هذا الزوج، وعندها أولاد من زوج آخر، فأرضعت هؤلاء الأبناء تاعها من هذا الزوج الذي أرضعت بلبنه، وأولادها من زوج آخر التي ليس من لبنه، هذا إخوة له، لكن الزوج الآخر إذا كان عنده أولاد لا علاقة لهم، فهؤلاء إخوة. أنا أخطأت في الأول، زيد. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاع، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاع. آباء. أيوة. وأمه وجدته جدات وجداته أمهات له من الرضاع. أمهات. أمهات. نعم. وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاع. وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاع. وأولاده من زوجات متعددات، أيضا الحالة الثانية اللي أخطأت فيها أنا. أولاد، يعني هو عنده أولاد الذين هم من هذه المرأة أو من مرأة أخرى بجامع مائه، واضح؟ وبالتالي يصح ما ذكرته أول. أي نعم، غاب، يعني لم أتصور المسألة جيدا. إذن أولادها من هذا الزوج أو من غيره إخوة لمن أرضعته، وأولاده من هذه الزوجة ومن غيرها إخوة له من الرضاع. نعم. وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات وزوجاته زوجات أب من الرضاعة. أي زوجاته، هو الآن المرأة هذه زوجته، هي أرضعت، فهو أب له من الرضاعة. إذا كان عنده زوجات أخرى يقول هذه أمي من الرضاعة، وهذا أبي من الرضاعة، وهذه زوجة أبي من الرضاع، زوجة أبي من الرضاع. تأتي مسألة هنا، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ لأنه قلنا الرضاع يحرم الولادة، ما يحرم من النسب سبعة: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، واضح؟ هذه من أين؟ من النسب. ومن المصاهرة، لما تتزوج أنت بنت امرأة أمها تحرم عليك، واضح؟ من المصاهرة تحرم أم الزوجة، وتحرم بنت الزوجة، وتحرم زوجة الأبي، وتحرم زوجة الابن. إنسان تزوج امرأة، واضح؟ أم المرأة تحرم عليه، هذه المرأة إذا كان عندها بنت تحرم عليه،
تزوج بامرأة صح. وهذا المرأة تحرم على ابنه وتحرم على أبيه، هذا التحريم بماذا؟ بالمصاهرة. هل يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة أو لا؟ هذا في نظر، في خلاف بين هذين، منهم من يرى التحريم ومنهم من لا يرى. نعم. وهكذا كل ما حرم من النسب حرم، كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاع، هذا محل إجماع واتفاق. أما من المصاهرة ففي خلاف. نعم. قال ثانيا الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين فإن نقص عن الأدق. الأدق وكان قبل الفطام، يعني الحديث صحيح، قد يكون الفطام قبل الحولين، قد يفطم الولد قبل سنتين وقد يفطم بعد سنتين. نعم. فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، ولهذا إذا جاء يسأل عن الرضاع قال رضعت مرة لا يقع تحريم، مرتين لا يقع، ثلاثة لا يقع، 4 لا يقع. ما هي الرضعة؟ الرضعة أن يلتقم الولد ثدي المرأة فيرضع ويتركه بنفسه، لا يفترض، لا يلزم أن يكون قد شبع أو لا. بالتالي قد تكون 5 رضاعات في جلسة واحدة، وقد تكون أقل من 5 رضاعات في جلسات، يرضع اليوم وبعد 15 يوم يرضع، وبعد شهر يرضع، وبعد 5 ولا يحرم. وممكن يبقى عندها يوم كامل ترضع الصبح، وزي ترضع 11، وترضع بعد الظهر، ترضع قبل المغرب، وترضع جيرت في يوم واحد، يبقى عندها 5 رضاعات حرة. وقد ترضعه خلال 3 أشهر 4 أشهر، لكن مرة مرتين 3 4 هذا لا يقع. على العبرة بالصبي ليس بها هي، الصبي هو يلتقم ويترك، إذا ترك لشرق، شرق ترك، هذا لا تسمى رضا، ليجي مراها كاملة تكمل الرضا، أو عطس، أو انشغلت عنه فوضعته وراحت، فتحت الباب ولا سوت أي شيء، ما يأتي بعده تابع للرضا السابقة. الرضا تحسب أن يلتقم ويترك لنفسه لا لعارض منه ولا منها. نعم. كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. هذا هو. نعم. ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية. نعم. أن بإمكان كل مرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضاعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك أنا لا أحل لك. لا أنا لا لا أحل. نعم. أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. تربح تربح. وجاني واحد خطأ قريب يخرج من لحمه، يخدم متخلف البيت متعب، أول ما دخل الثلاجة فتحت الثلاجة لقى كاس حليب شرب، وبعد جاء زوجته وشربت حليب قلت لك الحليب أنا تاع صدري، فرغاته يعني ممكن كان عند الحليب كثير، ففرغاته داته في الكاس للولد تاعه جاي يجري، وانا كنت ايضا بعيد متعوب جاي نخدم، خدام جاي داخل البيت لقيته عند البيت يعني يستنى خير ان شاء الله، قال يا شيخ راني خير ان شاء الله، واش كاين يا محمد؟ هو قال يا محمد لاننا اصحاب يعني تاع ولاد حومه قدم، قال يا محمد مشكلة كبيرة، قلت له خير ان شاء الله واش كاين؟ قال لي واش كاين؟ فرضاع الكبير لا يثبت، لا يؤثر، رضاع الكبير لا يؤثر رضاع الكبير، واذا كان قلت له ثم خلاص حرام هاي. نعم. فرضاع الكبير لا يؤثر الا على الحاله ذكرناها. نعم. مما يستفاد؟ قال مما يستفاد من الحديث كمال الشريعه واشتمالها على القواعد الكليه عامه كما جاء في هذا الحديث. هذا اصل، هذا ضابط فقهي، الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، ضابط فقهي في باب ما محرمات في النكاح. نعم. أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة، هذه القاعدة الكلية. شفت راوية الحديث عائشة رضي الله عنها، شيخ تقول بالرضاعة الكبير، عائشة تقول بالرضاعة الكبير. نعم.
وكذا داود الظاهر يا شيخ. اي والله اشكال، احنا قلنا فيه رضاع الكبير من يقول به، ما قلش انا فيه هناك من يقول رضاع الكبير. السؤال شيخ، ما هو السؤال؟ السؤال انه لا يوجد واحد يفهم الحديث مثل راوي الحديث. السؤال ما هو السؤال؟ هذا ليس سؤال، هذا بيان. ما هو السؤال؟ قلنا رضاع الكبير في خلاف بين العلماء، واختصرت الخلاف قلت ليس إلا على الحالة التي هذا الرضاع الكبير بعضهم يقول بأنه يؤثر، وهو قول عائشة، ولم يقل به أحد إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى أخواتها أو من يثبت به التحريم أن ترضعه فدخل عليها، ولم يوافقها أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا أي ولا صحابي من الصحابة. بعض العلماء قال يؤثر في عند اللزوم وعند الضرورة، بعضهم قال لا يؤثر على الإطلاق وهي حالة خاصة بمسال مولى أبي حذيفة، وبعضهم قال في حالة سال مولى أبي حذيفة التي شرحناها. واضح الآن مناقشة الحديث، نقول هل عائشة فيه من يفهم أحسن منها أو لا يفهم أحسن منها، هذا شيء آخر، هذا مناقشة المسألة. تزيد نفس المسألة كم الأطرة سألي. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا الدرس درس ان شاء الله تعليقات خفيفه على الحديث.